ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية أن ألمانيا ستدخل قواعد مالية جديدة حيز التنفيذ في أغسطس الجاري، يمكن أن تؤخر أو تقضي على محاولة النظام الإيراني سحب مئات الملايين من الدولارات الموجودة في مصارف ألمانيا. وأشارت الصحيفة أن إقرار هذه القواعد جاء بعد ضغوط مارستها الولايات المتحدة على السلطات الألمانية التي طالبت برلين بعدم التجاوب مع الطلب الإيراني. ومن المرجح أن تؤدي الخطوة الألمانية في حال إتمامها إلى تدهور الأوضاع المالية لنظام طهران، خاصة أنها تتزامن مع بدء سريان العقوبات الأمريكية. وتطبيقا لهذه العقوبات، طلبت واشنطن من جميع الدول وقف شراء النفط الإيراني بحلول نوفمبر، ومن الشركات الأجنبية وقف التعامل مع إيران، وإلا ستدرج على قوائم سوداء.